طيب في الفيديو اللي فات كنا وصلنا للشيء ده، وكنا وصلنا ان هو ماشي، ده هو ده الاوبتمايزيشن بروبلم اللي انا نفسي فيها. بس دي بروبلم صعبه عشان هي مش بروبلم ظريفه، يعني عشان عندي المينيمم ده عامل لي ازمه في حياتي. انا بماكسمايز المينيمم بتاع سمثينج وانا محتاج افاضل، وبتفاضل جوه المينيمم حاجه مش ظريفه قوي يعني. فاحنا عايزين طريقه ثانيه نحقق بيها نفس الغرض من غير ما تكون الدنيا ملعبكه قوي كده. طيب ايه الطريقه الثانيه؟ تعال نبص على، تعال نرسم البلين الجميل بتاعنا. ادي الاكس وادي الواي مثلا، برضو انا في 2D، وادي شويه بوينتس تبع كلاس 1، وادي شويه بوينتس تبع كلاس 0 او نيجاتيف 1. ان انا في اس بي ام زي ما قلت انا 1 ونيجاتيف 1. حلو كده؟ حلو. لو جيت ابص ايه احسن لاين، هلاقي ان هو لاين كده صح؟ نوعا ما كده في النص ما بين التو بوينتس دول. بمعنى ان انا عايز اللاين ده يكون الديستانس بينه وما بين اقرب بوينت تبع كلاس 1 بتساوي الديستانس ما بينه وبين اقرب بوينت تبع كلاس نيجاتيف 1. ان انا عايز، انا حاسس ده كلام منطقي، ان انا عايز اماكسمايز المارجن في الناحيتين. لو انا مش في النص، لو انا قربت كده مثلا، فانا ماكسمايز المارجن الناحيه دي بس هنا صغر. المارجن هو المينيمم اوف تو ديستانسز دول، فكده المارجن صغر. لو رحت الناحيه الثانيه برضه المارجن هو المينيمم، فبرضه المارجن صغر. فانا عايز اكون في النص عشان يكون المسافتين دول قد بعض، مش عايز ادي افضليه لحد على حد. حلو حلو. طيب انا عايز ايه اصلا؟ انا عايز اماكسمايز المارجن. تعال نحسب المارجن نفسه جيومتريكالي، مش بالمعادله اللي فوق. المعادله دي كانت نوعا ما كانت محاوله مني ان احنا، او محاوله مننا ان احنا نموديل المارجن ده بشكل ماثيماتيكال، بس ما طلعتش احسن حاجه. فتعالى بقى نحاول نموديل المارجن نفسه بشكل جيومتريك على طول. تعال نقول نعرف الديستانس دي اسمها ار مثلا. طبعا الديستانس دي برضو اسمها ار عشان انا مصر ان انا احط في النص عشان يكون المارجن عامل كده. طيب انا عايز الديستانس 2 ار دي وعايز اعمل لها مينيمايزيشن، بس انا عايز اعبر عن الديستانس دي بدلاله الويتس بتاعت الشيء ده، بتاعت اللاين، عشان انا اصلا عايز اختار الويتس اللي بتماكسمايز المارجن ده. فانا عايز الار دي ازاي اجيبها بدلاله الويتس. طيب لو جيت ابص هلاقي ان انا اقدر ارسم لاينز كده موازيه لللاين ده هنا وهنا على ديستانس ار ونيجاتيف ار من اللاين ده. دول بسميهم المارجنز. المسافه اللي جوه المارجن دي طبعا بتساوي 2 ار، ودي المسافه اللي ما فيهاش اي بوينتس خالص دلوقتي. حلو. انا عارف ايه، انا عايز اجيب المارجن ده صح؟ صح. لو خدت، او قبل ما اخد، انا عارف حاجه، عارف اولا ان الخط ده اللي هو المارجن ده كده الخط الازرق ده عمودي على الديسيجن باوندري. ده منطقي صح ان انا عايز اجيب الديستانس العموديه دي. حلو. وانا عارف برضو ان الويت فيكتور عمودي على الديسيجن باوندري. لو حد مش فاكر ده يشوف ايه فيديوهات النيورال نتوركس، انا عندنا الكلام ده بالتفصيل، ان الويت فيكتور في اللينير كلاسيفاير ده دايما عمودي على الديسيجن باوندري. في الحقيقه الويت فيكتور في الاتجاه ده او العكس مش فارق، بس هو في الاتجاه ده عموما. وبالتالي اقدر اقول ايه؟ اقدر اقول ان انا لو خدت اي بوينت هنا، بوينت مثلا هنا كده عندي هنا، سميتها اكس بلس. مش لازم تكون بوينت تبع الداتا سيت، هي بوينت بس على اللاين على المارجن ده كده. في الاخر كده الديستانس هي دي، سواء خدت الديستانس دي او الديستانس دي، انا عايز الديستانس دي ما بين التو مارجنز دول. فالنقطه دي هسميها اكس بلس. دي نقطه على المارجن ناحيه البلس كلاس، ونقطه هنا الناحيه الثانيه هنا سميها اكس ماينس. ماشي. فانا عارف ايه؟ انا عارف ان اكس بلس كفيكتور ناقص اكس ماينس فيكتور الشيء ده بيساوي 2 ار في دبليو كاب صح ولا ايه؟ ده بيساوي 2 ار اللي هو 2 ار في دبليو كاب، الديستانس دي في الدبليو كاب، وده عباره عن فيكتور، وده في اتجاه الدبليو كاب عشان انا عارف ان الفيكتور ده في اتجاه الدبليو كاب عشان دبليو كاب عمودي على ديسيجن باوندري. حلو. انا عارف ايه تاني؟ انا عارف ان التو بوينتس دول على ايكوال ديستانس من الديسيجن باوندري. وبالتالي لو كان W ترانسبوز X بلس B equals some value V، أي value أنا مش عارف إيه هي بس هي some value، هيكون W ترانسبوز X minus بلس B equals negative value دي صح ولا إيه؟ إن هما ده بلين صح؟ ده بلين، وأنا على equal distance والميل بتاع البلين ثابت. وبالتالي لو أنا اتحركت يمين مسافة R وطلعت بـ value V، لو اتحركت شمال مسافة R هنزل بنفس الفاليو. ماشي. حلو قوي. قيمة الفي دي هل اعرفها؟
هل اقدر اعرفها؟ الحقيقه قيمه الفي دي معتمده على ميل البلين، واحنا متفقين ان انا ممكن اغير من الفيديو اللي فات ان انا ممكن اغير ميل البلين براحتي او اروتيت البلين ده براحتي ويفضل ديسيجن باوندري زي ما هو. وبالتالي الحقيقه قيمه الفاليو في دي معتمده على ميل البلين اللي هو نوعا ما معتمد على الكونسترين اللي انا اقدر افرضه براحتي على الويت فيكتور، يعني الويت فيكتور نوعا ما بيتحدد في ميل البلين مش كده؟ فانا ممكن اختار W معينه وB معينه يدوني هنا مثلا الفي ب 3، واختار 2W و2B يديني الفي ب 6 وهكذا، ممكن اختار ده براحتي. فانا ممكن اسيب دي جنرال في وانا ممكن احطها زي ما انا عايز، احطها زي ما انا عايز براحتي. تعالى مؤقتا نسيبها في وبعد كده هنشوف هنحطها بايه. تعالى ناخد المعادله دي مع المعادلات دي ونشوف ايه اللي هيحصل. انا معايا ادي معادله ومعايا المعادلتين دول كمان، صح كده؟ طيب ما تيجي نطرح المعادلتين دول من بعض. يبقى عندي دبليو ترانسبوز في اكس بلس ناقص اكس ماينس بيساوي ايه؟ بيساوي 2 في. بس انا عارف ان اكس بلس ناقص اكس ماينس بيساوي 2 ار في دبليو كاب، فده بيساوي دبليو ترانسبوز في 2 ار دبليو كاب، ده بيساوي 2 ار دبليو ترانسبوز دبليو كاب، الكلام ده بيساوي 2 في، صح كده؟ ماشي. ما تيجي نضرب ده بيساوي 2 في. تعال نضرب مثلا ماجنيتيود، تعال نضرب ماجنيتيود دبليو في الطرفين. طيب لو ضربت ماجنيتيود دبليو هنا هيبقى ماجنيتيود دبليو في دبليو كاب اللي هو دبليو نفسه، يبقى عندي 2 ار دبليو ترانسبوز دبليو بيساوي 2 في، دي مش ار دي في، دي كده في مش ار عشان بس انا اخترت رموز مش ظريفه، 2 في في ماجنيتيود دبليو. حلو، ممكن طبعا اطير الاثنين مع الاثنين. انا داخل عايز الار، اشطر انا عايز الار او عايز 2 ار، ولكن انا لو عملت ماكسمايزيشن للار فانا بعمل ماكسمايزيشن ل 2 ار، فممكن اعتمد على الار عادي. فالار دلوقتي بقى بتساوي ايه؟ بقى بتساوي في اللي هو القيمه اللي انا ممكن اختارها براحتي ماجنيتيود دبليو، W ترانسبوز W ده اصلا ماجنيتيود W تربيع، ماجنيتيود W تربيع، وبالتالي ده بيساوي V على ماجنيتيود W، مش كده؟ حلو، المارجن كله M بيساوي 2 R اللي هو بيساوي 2 V على ماجنيتيود W، صح كده؟ وانا عايز اماكسمايز المارجن ده. طيب احنا متفقين ان انا ممكن اختار V دي براحتي تماما عشان اقدر امبوز اي كونسترين على الدبليو والبي. ففي السبورت فيكتور ماشين الستاندرد بتاعي ان انا بختار الفي دي بواحد، كاني بقول ان انا هامبوز كونسترين دلوقتي على الويتس بحيث ان اقرب بوينت للمارجن من البوزيتيف كلاس قيمه الفانكشن بتاعتها بواحد، واقرب بوينت للديسيجن باوندري من نيجاتيف كلاس قيمه الفانكشن بتاعتها بنيجاتيف واحد، ماشي؟ فده كونسترين انا بامبوزه او ريستريكشن انا بامبوزه، في الاخر ده مفيش مشكله، انا كده بتحكم في ايه؟ بتحكم في ميل البلين ده في 3 دي، في الاخر كده كده مش مؤثر معايا في الديسيجن باوندري، بس ده الستاندرد بتاعي. حلو، فانا في الاس في ام بروبلم دايما اقرب بوينت للمارج للديسيجن باوندري على اليمين دبليو ترانسبوز اكس بلس بي هتساوي واحد، ان انا هقعد كاني هقعد اتحكم في السكيلينج بتاع دبليو والبي لحد ما يتساوي واحد، والناحيه الثانيه تساوي سالب واحد. فاذا let v equals واحد، ده كده تشويس بتاع الاس في ام، كان ممكن حد تاني يختاره ب 13 مثلا مفيش مشكله، ساعتها المارجن هيساوي 2 على ماجنيتيود W، ده التوتال مارجن، ونص المارجن اللي هو نص المسافه هيساوي 1 على ماجنيتيود W. وبالتالي انا دلوقتي البروبلم بتاعتي بقت انا عايز اماكسمايز المارجن، فانا عايز اماكسمايز 2 اوفر ماجنيتيود W. طيب subject to constraint ايه؟ ان انا عايز ان اقرب بوينت يكون W ترانسبوز X بلس B بتاعها بيساوي 1، اقرب بوينت من البوزيتيف كلاس، يعني انا عايز ايه؟ subject to اقدر اعبر عن ده ان اي بوينت لازم يكون الواي اي بتاعها في دبليو ترانسبوز اكس اي بلس بي لازم يكون اكبر من او يساوي واحد، مش كده ولا ايه؟ ان انا عايز اقرب بوينت خالص يكون القيمه دي بتساوي واحد، كل البوينتس الثانيه عايز القيمه دي تكون اكبر من الواحد. انا كل ما ابعد كل ما قيمه الفانكشنال مارجن ده، خد بالك اللي انا كاتبه ده هو الفانكشنال مارجن، كل ما ابعد كل ما قيمه الفانكشنال مارجن دي هتزيد. حلو،
طبعا زي ما قلنا قبل كده المعادله دي كده بتانكوربريت فيها البوزيتيف والنيجاتيف اكزامبلز مع بعض. يبقى اذا دي بروبلم لطيفه بتحقق نفس الغرض بتاع البروبلم اللي انا ما كنتش عايز احلها فوق بروبلم دي، ولكن ما بقاش فيه المينيمم اللي كان مضايقني ده. الحقيقه دي اقدر ابسطها اكتر من كده كمان، هي دي ماشي دي معقوله بس انا ممكن ابسطها اكتر، ان انا عشان ماكسمايز 2 اوفر ماجنيتيود دبليو كاني بمينيمايز ماجنيتيود دبليو، صح؟ فانا اقدر اقول ان انا عايز امينيمايز ماجنيتيود دبليو او ماجنيتيود دبليو تربيع، مش فارق كل الكلام ده ايكويفالنت، فانا هفضل احط امينيمايز ماجنيتيود دبليو تربيع او نص ماجنيتيود دبليو تربيع، برضو الكونستنس مش فارقه معايا في حاجه، مش فارقه معايا في حاجه خالص. سبجكت 2 ان واي اي في دبليو ترانسبوز اكس اي بلس بي اكبر من او يساوي 1. فدي كده هي الاس في ام بروبلم، ودي بنسميها البرايمال بروبلم بتاعت الاس في ام، برايمال بروبلم. طبعا ممكن تلاقيها برضو ساعات مكتوبه هامينيمايز نص دبليو ترانسبوز دبليو، هو كده كده في الاخر هو نفس الشيء. حلو، فدي كده البرايمال بروبلم بتاعت الاس في ام. تمام.